هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا مع مجموعة من العمال نعمل عند أحد الأشخاص، ويأخذ منا كل شهر 250 ريال، هل يجوز هذا العمل مع هذا الكفيل؟ العمالة لها نظام، لها نظام وضعته الدولة، لا يجوز مخالفة النظام. الذي يأتي بالعمال يشغلهم عنده ويدفع لهم الرواتب، هذا هو نظام العمل والعمال، يدفع لهم الرواتب وهم يقومون بالعمل كما هو موجب العقد الذي بينهم وبينه. نعم.